بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع مرة أخرى إلى كتاب ليغ كومبخوندر. ونستألف مع إن رونكونتر أنكيتونت، لقاء مقلق. كما رأينا مدام ليبر إسا فيالين أجي دو ويتون سو روند دون زون فيل دو تشاد، إل سو سون انستالي سور لو بلاتو دان كاميون أفيك لور باجاج. ديغيغ لو كاميون لا بيس ديسباري سو دي نواج دو سابل جون. La chaleur est écrasante, les arbres deviennent plus rares et leur feuillage plus léger. C'est la plaine du Tchad, tout est plat. Hélène regarde de tous côtés, immobilise un instant, son regard et s'écrie « Maman, qu'est-ce que c'est ?» La maman tourne la tête et aperçoit un obstacle sur la piste. Le camion approche, c'est un lion. Couché la tête fièrement relevée, il regarde venir le véhicule. Il ne bouge pas. Il faut s'arrêter à une dizaine de mètres. Madame Liber plaque sa fille sur les bagages, s'allonge vivement près d'elle et le corps serré d'angoisse, toutes deux attendent le regard arrivé sur la bête. Les secondes passent, semblent des heures. Le chauffeur, les nerfs tendus, guette les réactions de la bête. Le lion se lève, s'étire, bâille, puis d'un air intéressé, secouant sa belle crinière fauve, il se dirige vers le véhicule. Le chauffeur démarre aussitôt. Le lion s'écarte, puis se met à courir à côté du camion. La jeune femme presse sa fille contre elle. Celle-ci est agrippée au bagage et son sang bourdonne à ses oreilles. Le lion se lève, Id al-Asad yaqif, s'étire. طبعا هنا عندنا لو فيرب سيتيري، هنا طبعا عندنا لو فيرب سولوفي فعل وقف أو استيقظ، إذا هو يقف من مكانه سيتير. طبعا هنا عندنا لو فيرب سيتيري يعني تمدد، ثم بدأ يتمدد، ثم باي. طبعا لو فيرب باي يعني أنك تمنح أو تعطي، وممكن أنه يعني كما عندنا هنا تتأبى، تتأبى يعني أنه يفتح فاه تتأبى. Puis, d'un air intéressé, Thomas, بشكل, كما نتكلم عن مظهر اهتمام, d'un air intéressé, يعني أنه يبدو مهتما بمعنى آخر. طبعا, l'air, كما نقول الهواء أو الفضاء, هنا طبعا, d'un air, كما نقول هنا, بهيئة, بالشكل الذي يبدو عليه الحيوان. إذا, d'un air intéressé, يعني كما نقول بشكل مهتم، في لحظة ما أصبح يبدو مهتما بما يراه أمامه. طبعا نتكلم عن المركبة، نتكلم عن الشاحنة، إذا هو يرى الشاحنة فإذا به يبدو مهتما أنه يقف من مكانه، ثم أنه يتتائب، وفجأة كأنه يبدو مهتما دانيغ انتيريسي، إذا هو يبدو بشكل مهتم. سكون سا بيل كرينيير فور سكون يعني أنه يحرك، ومن كلمة سكوس لو فيرب سكوي يعني اهتز، ومن كلمة سكوس يعني الاهتزاز، من هنا يأتي لو فيرب سكوي كما نقول هزة. إذن سكون هازا كما نقول سا بيل كرينيير فور، هذا الشعر الذي نراه هنا طبعا عند بعض الحيوانات كالأسد والحصان يكون عندها شعر كثيف في هذه المنطقة بما يسمى بالعرف، هذا العرف نسميه كرينيير. كرينيير طبعا فوف نتكلم عن لون خالط بين البياض والحمرة يسمى فوف. سوكو سابيل كرينيير فوف، إذا محركا سابيل كرينيير فوف، عرفه الجميل بهذا اللون الذي ذكرنا. إل سو ديريج، إل سو ديريج غير لو فيكول، ثم هو يتجه نحو المركبة. إذا بدا جاي عند الشاحنة. لو شوفور ديمار أوسيتو، إذا السائق لو شوفور السائق ديمار. طبعا نتكلم على لو فيرب ديماري يعني أنه يحرك الشاحنة. ديمار أوسيتو يعني حالا في اللحظة التي تحرك فيها الأسد نحو الشاحنة. لو ليون سيكارت، إذا طبعا بمجرد حركة الشاحنة لو ليون سيكارت يعني أن
الاسد يبتعد، طبعا عندنا هنا لو فيرب سيكارتي، لو ليون سيكارت، يعني ان الاسد يبتعد. بوي سو مي اكورير اكوتي دو كاميون، بوي سو مي اكورير اكوتي دو كاميون. طبعا عندنا هنا الصيغه التي ذكرنا فيما سبق سو متر ا، يعني بدا في او اخذ في. بوي سو مي اكورير، ثم ياخذ في الجري، ثم ياخذ في الجري او يبدا في الجري. اكوتي دو كاميون، بجانب الشاحنه كما نعرف الصوره. لو ليون سيكارت بوي سو مي اكورير اكوتي دو كاميون. لا جون فام بريس سافي كونتر ال، السيده بريس سافي انها تضغط على ابنتها، تضغط على ابنتها كونتر ال، عليها كونتر ال كما نقول ضدها، ضدها يعني عكسها، عليها بمعنى اخر كما نلاحظ في الصوره. فوالا لا جون فام كي بريس سافي كونتر ال، لا جون فام بريس سافي كونتر ال. سيلسي هذه الاخيره، سيلسي هذه الاخيره، اذا نتكلم عن صافي. ايتا غريبي او باجاج، طبعا لو فيرب اغريبي، اغريبي طبعا المقصود بها سيزير او بيان سيزير دون فاسون تري فيرم، يعني انك تلتصق او تلصق شيئا بشكل قوي. اذا نتكلم هنا عن سيلسي هذه الاخيره، ايتا غريبي يعني انها ملتصقه بشكل قوي او باجاج بالامتعه. اي سون سون، ثم ان دمع لو سون بهذا الشكل كما نلاحظون، يعني المقصود به الدم، اما هذا السون يعني شيء ما يعود لها، ما هو الشيء الذي يعود لها هنا؟ طبعا نتكلم عن الدم، داموها. اي سون سون، ثم ان داموها الذي يجري في عروقها بوردون. طبعا لو فيرب بوردوني يعني انك تخلق ازيزا، نتكلم عن لو بوردونمون. اميتر ان بوردونمون يعني انك تبت ازيزا، يعني انك تتسمع واحد الازيز. يقال اساسا عن خفقات اجنحه الطيور الصغيره يسمى بوردونمون. اذا هنا اي سون سون بوردون، ثم ان دمها انه يخلق نبضات اسيزوغاي، اسيزوغاي يعني في اذنيها، في اذنيها. اذا اصبحت تسمع في اذنيها ضربات الدم التي تأتي من القلب، التي تأتي بسبب خفقات القلب خوفا من الأسد. إذن كما قلنا لو ليون سوليف سيتيغ بوي بوي دانيغ انتيريسي سكون سابيل كرينيير فوف إل سو ديريج فيغ لو فيكول لو شوفور ديمارو سيتو لو ليون سيكارت بوي سونا أكورير أكوتي دو كاميون. La jeune femme presse sa fille contre elle, celle-ci est agrippée au bagage et son sang bourdonne à ses oreilles. Enfin, le lion ralentit, s'arrête, regarde un moment, puis tourne le dos et s'en va d'une allure pleine de majesté. Maman, très pâle, riant et pleurant à la fois, serre très fort sa fille en l'embrassant sans arrêt. Hélène respire profondément, c'est méchant le lion. Oh oui. Enfin le lion ralentit. Enfin le lion ralentit. Au final, l'asado ينقص من سرعته. نتكلم هنا على verb ralentir. Ralentir يعني خفض من السرعة. Enfin le lion ralentit. Au final, l'asad ينقص من السرعة أو يخفض السرعة. Ralentit s'arrête ثم يتوقف. Regarde un moment. Regarde un moment. ثم ينظر لحظة، غوغارد مومون، ثم أنه ينظر لحظة، بقي ينظر في الشاحنة وهي تبتعد عنه، إذا بقي ينظر لحظة، بوي تورن، بوي تورن لو دو، ثم يدير الدار، ثم يدير ظهره، طبعا يدير ظهره للشاحنة، أنه يتولى ويعود كما نقول إلى مكانه، بوي تورن لو دو، ثم يدير الظهر، طبعا لو دو المقصود بالظهر. Et s'en va d'une allure pleine de majesté. Et s'en va. Tout le monde a dit que c'est un peu d'une allure. Bimichiatine. D'une allure. Malichiatine. Bel'adama, comme on a dit. Malichiatine. Bel'adama. Bel'jalala. On a dit que les bases de la personne
سا ماجيستي يعني جلالته. لا ماجيستي المقصود بها الجلالة أو العظمة. إذن هو استدار وهو يمشي بمشية مليئة بالعظمة، كأنه يستعرض قوته بهذه المشية. puis tour le dos et s'en va d'une allure pleine de majesté. Maman très pâle, الأم جد شاحبة يعني أصبحت صفراء اللون من الخوف. Maman très pâle, riant et pleurant, ضاحكة وباكية à la fois في نفس الوقت. إذا الأم التي أصبحت شاحبة très pâle جد شاحبة riant et pleurant ضاحكة وباكية. طبعا نتكلم هنا على الفيرب غير، هنا نتكلم على الفيرب بلوري. riant et pleurant ضاحكة وباكية à la fois في نفس الوقت. serre très fort sa fille serre très fort sa fille serre أنها تقبض أو تضغط. très fort بقوة sa fille تضغط بقوة على ابنتها طبعا وهي معانقة لا بمعنى آخر. en l'embrassant sans arrêt en l'embrassant مقبلة إياه en l'embrassant مقبلا أو مقبلة. هنا عندنا en l'embrassant مقبلتها كما نقول مقبلة لها. sans arrêt بدون توقف. إذن هي طبعا عانقت ابنتها وضغطت عليها بقوة عندها مقبلة لها بدون توقف. en l'embrassant sans arrêt. Hélène respire profondément. إذن هنا Hélène respire profondément. هنا الطفلة Hélène respire أنها تتنفس profondément بعمق. profondément بعمق أنها أخذت نفسا عميقا. إذا نتكلم أحيانا عن لو بروفوندور العمق، نقول عن شيء بأنه بروفون يعني أنه عميق. إذن هيلين ريسبير بروفونديمون، إذن هيلين هنا تتنفس بعمق. سي ميشون لو ليون، سي ميشون لو ليون، سي ميشون لو ليون، إنه شرير الأسد. سي ميشون لو ليون، وي، نعم هو شرير. إذن نستأنف مع قصة أخرى في الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.